وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. أهلا بك شيخة مرام في نشرتي الثالثة. كيف ساهم تكاتف الجهات الحكومية وذات العلاقة في إنجاح المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، المرحلة الثانية أعتبرها أسهل من الأولى بسبب أن فرق العمل اللي اشتغلت عليها سواء في المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أو في البلديات الأربع أو في الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة كلهم اكتسبوا الخبرة المطلوبة من المرحلة الأولى، وثبتنا مع بعض آلية عمل واضحة وكانت يعني سلسة لإنجاز مشاريع التشجير. وشيء ثاني بعد اللي سهل العمل هو أن اسم الحملة أصبح معروف، فمن نخاطب أي جهة من الجهات يقبلون على المشاركة بشكل كبير، فأحيانا إحنا اللي كنا نتواصل مع الجهات وتدعمنا، وأحيانا الجهات كانت تواصل مع المبادرة مباشرة وتبدي رغبتها في المشاركة. هذا كان كله طيب وكان أثر مباشر لنجاح الحملة في المرحلة الأولى، وقدرنا مع بعض الحمد لله رب العالمين نطور آلية واضحة ومريحة ومشينا عليها الحمد لله في المرحلة الثانية وأثمرت بكل خير. فثمرت هذا التكاتف كان حوالي غرس حوالي 50,000 شجرة في مختلف شجرة وشجيرة في مختلف مناطق مملكة البحرين، ونتطلع إلى إنجاز المزيد في المراحل القادمة بإذن الله. بإذن الله. شيخ مرام، ما هي مستهدفات المرحلة الثالثة ومتى من المتوقع أن يتم إطلاقها؟ الآن إحنا في مرحلة رصد المواقع الجديدة، عادة نستغل فترة الصيف اللي يكون فيها الجو حار وصعب الأرض حارة وصعب الغرس فيها، نبدأ في رصد المواقع والتنسيق مع البلديات الأربع وحتى مع وزارة الصحة ووزارة المواصلات حق تشجير المراكز الصحية ومواقف الباصات. هذه يعني بعد مواقف جديدة استهدفناها في المرحلة الثانية، فإحنا الآن في مرحلة رصد لهذه المشاريع التشجير القادمة، وإن شاء الله في بداية شهر سبتمبر القادم بنبتدي نخاطب الجهات المانحة اللي عندها رغبة في دعم هذه المشاريع، وهناك جهات تكلمنا حاليا وتنتظر منا خبر نحن نبين لهم المواقع المرحلة الثالثة بإذن الله، فبنخاطبهم إن شاء الله وبنتواصل معهم في شهر سبتمبر. شهر أكتوبر بنبتدي الغرس الفعلي، وبتستمر العملية التشجير من أكتوبر بإذن الله إلى شهر مايو 2024، فهذه خطة العمل، ونتطلع إلى أن تثمر بغرس طيب في مختلف مناطق البحرين بإذن الله. بإذن الله. سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، شكرا جزيلا لك.